الإمام أحمد بن حنبل يفتي في شأن الأحاديث الرديئة، وأستغفر الله من تعبير أحمد هذا، وأستغفر الله نفسي والإمام أحمد، لأن الأحاديث الرديئة ليست وقفاً فقط على الأحاديث الموقوفة، بل الأحاديث المرفوعة يا رسول الله أيضاً تسميها يا أحمد رديئة. أستغفر الله العظيم. لماذا؟ ببساطة أيها الإخوة، حين يتحدث الرسول ويصح عنه أنه تحدث وقال، وهذا الحديث لا يتفق مع أهواء الطائفة والحزب والسياسة، على الرسول أن يتراجع وأن يسكت، وعليك أن تحرق حديثه وأن تدفنه في الأرض، ويحرم عليك أن ترويه، ويحرم عليك أن تستمع إليه، ويباح لك بفتوى أحمد أن تسرق الكتاب أو الورقة أو الرق الذي كتبت فيه الأحاديث الرديئة وأن تخرقها وتحرقها. اعتدي على غيرك، ما في مشكلة، على مال غيرك، هذا مال غيرك، وثيقة مهمة، حرقها وغرقها. روايات كثيرة، من شاء أن يعود إليه لكي يصدم كما صدمت وصدمت أيها الإخوة، فليعود إلى الجزء الثالث من كتاب السنة لأبي بكر الخلال، من الطبقة الثانية، من أنجب تلاميذ الحنابلة، جامع علوم وعقائد أحمد، المجلد الثالث، والكتاب مطبوع في السعودية ومحقق هناك، المجلد الثالث. اقرأوا فتاوى أحمد. الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء نفس الشيء، ويأمر بإخفائها وطيها وإعدامها. من أجل من يا أخي؟ إذا كان الرسول تحدث وصرح وبلغ وأبرع ذمته وحذرنا من بني فلان وبني علان في أحاديث قوية وصحيحة وبعضها مستفيض، لماذا نسكته نحن؟ نحن إذن لا نؤمن بالسنة المحمدية، نؤمن بالسنة السياسية، نؤمن بالسياسة لا بالدين.